السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدمن أكل الزبيب على الريق. خلي يسمعني اللي يشتكي من قلة الحفظ وكثرة النسيان والأطفال اللي ما جاي يدرسون بالمدرسة وما يحفظون الدروس، خلي يسمعون أيضا، خلي يسمعون أهلهم. من أدمن أكل الزبيب على الريق رزق الفهم والحفظ والذهن ونقص من البلغم. هذا الرسول يقول، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي جاي يقول هذا الكلام، مو إحنا. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أدمن 21 زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت. 21 زبيبة حمراء تأكل يومية، إن شاء الله بإذنه تعالى ما راح تمرض إلا مرض الموت. هذا بعد مو بيدنا، بيد رب العالمين. أيضا رواية عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: من أكل 21 زبيبة حمراء من أول النهار، يعني الصبح أول النهار، دفع الله عنه كل مرض وسق. هذه أيضا رواية من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة المفيدة جدا، ويتم صنعه من خلال تجفيف العنب. وللزبيب فوائد كثيرة، منها: يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، يمد الجسم بالطاقة، يقي من فقر الدم، يقي من هشاشة العظام، يقوي الذاكرة، يقوي المناعة، يعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل، يعالج الإمساك، يعالج مشاكل الهضم، يحافظ على صحة الأسنان، يعزز الأداء الرياضي، ينظم مستويات السكري في الدم، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، يقلل من تساقط الشعر، يحافظ على صحة البشرة. في يوم من الأيام أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبق من الطعام، فقال الرسول، كشف الغطاء وثم قال: كلوا بسم الله، نعم الطعام الزبيب، يشد العصب ويذهب بالوصب ويطفئ الغضب، يعني الإنسان العصبي خليه يأكل زبيب، ويرضي الرب ويذهب بالبلغم ويطيب النكهة ويصفي اللون. نسأل الله لكم السلام دائما وأبدا إن شاء الله، وقبول الطاعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.